أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية، وعلى مساحة تقارب 700 متر مربع من أرض معرض دمشق الدولي بدورته 59، تفردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذا العام بمساحة خاصة تنوعت فيها عدد المشاركين والمعروضات والمنتوجات لجذب أكبر عدد من الزوار. جناح الوزارة كغيره من الأجنحة المشاركة شهد إقبال كتير كثيف من الزوار، وللحديث أكثر عن هاي المشاركة بصرنا نستضيف السيد بهاء خوري، مشرف ومنظم جناح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المعرض. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين على مساحة قطر العربي السوري، وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن مشاركتكم بالدورة 59 وأهمية المشاركة اليوم بعد انقطاع أكثر من 5 سنين. في مشاركة يمكن كثير كبيرة وكثيفة لجميع القطاعات إن كان على المستوى الخاص أو العام. هلا بداية مثل ما حكيت لحضرتك، كانت مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية كغيرها من المشاركات، بس السنة تميزنا نحن كوزارة الشؤون الاجتماعية، أخذنا جناح خاص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإظهار حالة التعافي الموجودة بالمجتمع، إن كان على مستوى الجهات أو الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو على مستوى المجتمع الأهلي المتمثل بالجمعيات الخيرية اللي تابعة اللي تشرف عليها على عملها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مشان هيك تم اختيار جناح خاص بمساحة 700 متر، حبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشارك أكبر عدد ممكن من الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلي اللي لديها مشاغل إنتاجية تنموية على مساحة القطر. كان عددهم تقريبا شيء 39 جمعية موزعين على مساحة على محافظات قطر تقريبا جميعا، لإظهار مدى أهمية المجتمع الأهلي ودوره بحالة التعافي اللي هلأ نحن عم نعيشها. نعم، يعني مثل ما ذكرت حضرتك كان في كثير مشاركات من المحافظات السورية، من حمص ومن حلب ومن اللاذقية، وجمعيات يمكن كان لها بصمة كثير مهمة على الأرض وفي الميدان، وخاصة خلال الظروف اللي عم تمرق فيها سوريا. اليوم باليوم الأخير من المعرض، يعني كيف كان جناح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كيف كان تبادل يمكن بين الجمعيات، تبادل العلاقات وتبادل الخبرات أيضا كمان على امتداد 700 متر، يمكن فسحت المجال بتبادل هاي العلاقات بين الجمعيات؟ التنوع اللي كان موجود هو أو بشكل عام المعرض له هدفين. الهدف الأساسي هو قلنا المادي أو المباشر اللي هي تعريف بعمل الجمعيات وتعريف بعمل الوزارة، وخصوصا أنه كان هناك بالجناح تبعنا في نقطتين، نقطة بتقدم الخدمات أو بتعرف بخدمات الوزارة الاجتماعية، ونقطة أو مكتب بيعرف بخدمات العمل اللي عم تشتغل عليها أو برامج العمل اللي عم تشتغل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. التنوع اللي كان موجود هو الصراحة بشكل عام المعرض كمان له هدفين، هدف اقتصادي كان للجمعيات وهدف اجتماعي. الهدف الاقتصادي تبعه طبعا تعريف بمنتجات القطاع الأهلي وبالمشاغل الإنتاجية وعدد العاملات أو فينا نقول المستهدفين من كل جمعية وشو إنتاج كل جمعية. المميز اللي كان السنة بجناح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو كان التنوع الكبير، فينا نقول من منتجات بسيطة جدا اللي هي الغذائية والتجفيف، بعض المنتجات الخضار وباقي المنتجات، للسجاد اليدوي اللي هو كان يمثل تقريبا رمز أو من رموز وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فينا نقول يعني المساحة اللي كانت معطاة لنا 700 متر احنا كنا نتمنى تكون أكبر شوي مشان نقدم أكثر شوية عن عمل هالجمعيات عن المجتمع الأهلي وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وهي نقطة كتير مهمة لما نسلط الضوء على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقديش مهم المجهود الكبير اللي عم تكون فيه في ظل الأزمة، خصوصا التشبيك مع الجمعيات الموجودة ضمن المجتمع الأهلي. خلينا نحكي الجناح شو ضمن جمعيات، هي الجمعيات بشو تخصصت، كان في مشاركات لعدد كبير من الجمعيات عم تشتغل على الأرض، يمكن عم نحاول خلال برنامج صباحنا غير نسلط الضوء على جميع الفعاليات والنشاطات اللي عم يكون فيها جميع الجمعيات يمكن من بداية الأزمة لليوم. هلا احنا بدنا نقول انه المجتمع الاهلي او الجمعيات هي عباره عن جمعيات خيريه 90% تعتمد على موارد ذاتيه كانت او بعض الاعانات اللي كانت تجيهم من الوزاره او من الهبات. كان الهدف الاساسي هي من اظهار عمل هالجمعيات هي اظهار حاله التعافي، انه لسه عم نشتغل نحن على ارض الواقع باصغر القرى واصغر المناطق. هي جمعيات اختصاصاتها، يعني في جمعيات تشتغل على ارض الواقع للمهجرين، في جمعيات تشتغل على ارض طبعا. الواقع للايتام، في جمعيات تشتغل لذوي الشهداء. خلينا نحكي قديش كان في فعلا تنوع بهي الجمعيات، في تشاركيه ودعم ان كان من وزاره الشؤون الاجتماعيه مع هي الجمعيات على الارض، يعني هو عمل مشترك. طبعا هو عمل وزاره الشؤون الاجتماعيه وعمل الجمعيات الاهليه هو عباره عن تكامل. وزارة الشؤون الاجتماعية خلال تنفيذ دورها بالإشراف على عمل هالجمعيات هي عم توجه الجمعيات الأهلية، عم توجه عمل الجمعيات. أنا بقول لك الجمعيات بجوز في منهم جمعيات خيرية بتعنى بالإغاثة المباشرة للمهجرين فقط، في جمعيات إلى أهداف تنموية، في جمعيات إلى أهداف أو مؤسسات فينا نقول تنموية ربحية. هالتنوع هذا اللي كان موجود عندنا يعني أثبت أنه تقريبا فينا نقول من مشغل صغير لتجفيف الخضار لمشغل كبير، هو مشغل خياطة، مشغل ألبسة، لكنفة، لمعامل فينا نقول لحفظ المأكولات. هالتنوع الكبير أو فينا نقول هالمشاركة الكبيرة من جميع شو اسمه أظهرت عمل القطاع الأهلي خلال هالأزمة هاي أنه كان ماخذ دوره بشكل جيد. طبعا هذا كله من خلال اشراف عمل الوزاره على هالقطاع هذا، ومن خلال توجيهاته، ومن خلال البرامج التنمويه اللي كانت هي عم تطرحهم خلال الازمه خلال الفتره الماضيه. نعم، يمكن عمل ومجهود كثير كبير لوزاره الشؤون والجمعيات الخيريه وجمعيات الاهليه يلي يمكن ضويتوا على قسم بسيط منا خلال معرض دمشق الدولي، ولكن على أي أساس تم اختيار هي الجمعيات؟ يعني أكيد في جمعيات تانية طابعة لكم ما تمت مشاركتها بالمعرض، على أي أساس تم اختيار هيدي الجمعيات؟ هلأ بالبداية نحن حبينا نظهر، قلت لك حالة التعافي الموجودة، حبينا نختار الجمعيات اللي إلها مشاغل إنتاجية أو إلها مشاغل إنتاجية عم تشغل إمكان أسرى الشهداء أو السيدات معيلات الأسر أو ذوي الإعاقة. بتفوتي بتفرجي على الجناح تبعنا بتلاقي فيه مشاغل إلها خاصة بجرح الحرب، مثل صامدون، مثل جمعية صامدون رغم الجراح من حمص، هاي فقط لجرح الحرب بتلاقي لهم جناح خاص فيهم. في مشاغل تعنى بأمراض معينة مثل مكافحة سرطان الأطفال من حلب، مع نرتقي تعنى بذوي الإعاقة أشغال كنفة بسيطة جدا للمعاقين. فينا نقول يعني حاولنا نختار أنه كل جمعية يكون في عندها منتج هيك مميز بيعبر عن إن كان حالة أو فينا نقول مجموعة من المجموعات المجتمع على هالعمل الرائع، يعني والإنساني. يمكن والإنساني بظروف صعبة، يمكن احنا استضفنا عدد من الجمعيات معنا غير، ولكن كان الحديث عن كيف بداية صغيرة وشوي طبعا. شوي يمكن كان الهدف تشغيل وتأمين عمل لذوي الشهداء أو للجرحى أو لكل حدا محتاج، وكمان تأمين الجودة بالمنتجات السورية، كمان قديش مهم اليوم المنتجات السورية أنه يتضوى عليها. هلأ تشوفي مدى الجودة والتنوع اللي موجود، جزء أحيانا كثير تلاقي زوار اجوا بدل المرة مرتين أو ثلاث مرات نتيجة أنه في شخص مثلا راح جاب رفيقه رجع مرة ثانية يتأكد يتفرج من المنتجات الموجودة عندنا. أسعار كثير حلوة. هلأ الأسعار كونه هي جهات فينا نقول خيرية أو جهات أو نحن كوزارة شؤون اجتماعية هي جهة عامة، فما في عندنا ربح نحن 90%. تكلفة المادة إضافة لذلك
يعني فينا نقول ما في هامش نفقات إدارية فقط لا أكثر ولا أقل. أنا 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 من خلال يعني تواجدي اليومي شاهدت ناس مرة ومرتين أجوا على الجناح. تفاعل الناس كيف كان لما يشوفوا مثل ما قالت ليا منتج سوري مع أيادي سورية يمكن لأول مرة بتشتغل في إتاحة فرص عمل جديدة، لما يمكن يجي يشوفوا إن كان لذوي الشهداء أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو ناس مهجرة يمكن أول مرة بتشتغل هيدا الشيء في منتوج على أرض الواقع، كيف كان التفاعل؟ كيف كانت ردة فعل الناس؟ هلا قلت لك الحضور الاستثنائي كان لمعرض دمشق الدولي دورته 59 اللي هي كانت عباره عن دوره استثنائيه كامله، خلى العالم تتفاعل مع المنتجات الموجوده من حيث ان كان لما نقول هيدي القطعه اشتغلتها ام الشهيد يعني يكون في تفاعل انساني اكبر على ارض الواقع. ما هذا حكينا من حيث التنوع الكبير خلت العالم مره ومرتين ترجع. تفاعل العالم كان احنا موجود عندنا بالجناح كمان، حبينا نكون في نولين، نول للسجاد اليدوي اللي هي بتشتغل عليه وزاره الشؤون الاجتماعيه او بترعاه وزاره الشؤون الاجتماعيه، ونول لعمل البسط. التفاعل اللي بتشوفيه انت من خلال الزائرين هم عم يتفرجوا على كيفيه صناعه السجاد ان كان اليدوي ان كان صناعه السجاد البسط او ان كان حتى بعض الجمعيات كان في عندها انتاج يعني حي لبعض المنتجات مثل جمعيه الاحمديه كانت مثلا عم تشتغل بالقصب، خلت العالم يتفاعلوا اكثر يتعرفوا على مهن جديده. هذا كله بيؤدينا انا بالنسبه لنا كوزاره الشؤون الاجتماعيه بيؤدي لدور انه انت عم تحاول تخلق ثقافه جديده اللي هي ثقافه الاعتماد على الذات او ثقافه الاشياء البسيطه او العوده الى التراث اللامادي اللي موجود عندنا نحن كسوريا. هذا هو كان دور تعريفي لهالمنتج هذا بالحد الأكبر. يعني الحمد لله الزوار كانوا كثير موجودين وكانوا متفاعلين مع هالمناطق هاي وكانوا حابين يتعلموا زيادة. هي عبارة عن تعريف بالمنتج وتعريف بإمكانية إذا حب حدا يتعلم هالمهنة هاي وين يمكن يراجعنا. نعم. طيب كان من خلال الزوار حدا حابب انه ينضم لاي جمعيه وفتحتوا له المجال، او حدا من جمعيات اخرى حابب ينضم لوزاره الشؤون او عنده شيء حابب يقدمه لهي الجمعيات واتحتوا له فرصه هي الفرصه من خلال المعرض؟ هلا من خلال الزوار هلا كان في ناس كثير احنا يعني حبوا يقدموا خدمات اضافيه فينا نقول. حبوا يساعدوا مثلا تسويق منتجات الجمعيات الاهليه كونه هو منتج خيري او بيساعد ناس بيعازة او بيساعد او هدف اجتماعي بالنتيجه. هذا عم يتيح فرصه لفتح اسواق جديده، تشغيل يد عامله اكثر، استمراريه بالعمل، ايضاح لدور كل شخص موجود عندنا بالدور السليم والايجابي طبعا. خلال التحضير للمعرض كيف كانت يمكن الأجواء بالوزارة؟ في يمكن بعض العقبات أو الصعوبات اللي واجهتكم بتقولوا يمكن بالدورات القادمة رح نتلافاها أو ممكن نعمل شيء مختلف؟ هلأ أي عمل بتقومي فيه بده يواجهك بعض الصعوبات. احنا كان كوزارة الشؤون الاجتماعية وعمل كنا متجهين ناخذ بالجناح السوري مبدئيا مساحة 200 أو 300 متر. توجهت الوزارة لتأخذ مساحة أكبر بفترة يعني تقريبا كانت آخر شهر أو شهر ونص، تجهيز المكان، اختيار المكان. المكان صحيح هو كان أبعد بجوز من الجناح السوري بشوي، بس الحمد لله الزوار اللي كانوا موجودين نتيجة أنه نحن عم نشارك عمل أهلي أو الزوار ما بتوقفوا عند أي مساحة، يعني برغم كل مساحة مدينة المعارض كانت ما هذا حكينا أنه كان الزوار الموجودين يعني السنة استثنائية بكامل معنى الكلمة. نعم. خلينا نحكي شوي يمكن ما بعد هاي المشاركة الرائعة بمعرض دمشق الدولي، يمكن ما بعد مشاركة هاي الجمعيات شو هي الخطوات يعني اللي قررت وزارة الشؤون تاخذها ما بعد المشاركة بالمعرض؟ هلا من خلال اشرافنا احنا قلت لك على عمل الجمعيات الاهليه الموجود التابعه لنا بموجب القانون 93، ان شاء الله راح يكون في لنا اكثر من تحرك ان كان من حيث دعم هالجمعيات او
دعم المجتمع الأهلي إن كان ماديا إن كان معنويا أو إن كان فتح أسواق جديدة للمنتجات المعروضة. وحتى حاليا عم تعمل الوزارة يعني على إدراج أكثر من مشروع، حيث تم إطلاق البوابة الإلكترونية خلال افتتاح أو زيارة السيدة الوزيرة للجناح تبعنا للتعريف بخدمات الوزارة ولتقديم أي مبادرة. حاب أي شخص هلأ صار يفوت على صفحة الوزارة على البوابة الإلكترونية للوزارة يحط المبادرة اللي حاب يقدمها يعرضها ومشان نقدر نتفاعل معه، أو نقدر أو الطلب اللي حاب هو يقدمه مشان نقدر نرد عليه مباشرة إلكترونيا. نعم أكيد نحن بدنا نتشكر كل الجمعيات المشاركة، يمكن جمعية بدنا من كل المحافظات السورية، بدنا نتشكر وزارة الشؤون، بدنا نتشكر اهتمامكم، وبدنا نتشكر هالمشاركة الرائعة عبر مساحة 700 متر بمعرض دمشق الدولي، يمكن هيك وكل الجهود المبذولة من أجل نجاح المعرض. شكرا كثير لكم. شكرا لكم ونشكركم لكم مرة ثانية. شكرا كثير لك، تحية لوزارة الشؤون على المجهود اللي عم تقوم فيه. أما هلأ من